راديو أورينت يقدم. رقصة ستي مع سمر كوكاش. قصص رائدات الأدب والفكر والفن الذين أثروا الحياة الاجتماعية بمساهماتهن وكفاحهن في بلاد الشام. رقصة ستي مع سمر كوكاش. مستمعين مستمعو راديو أورينت، الله يسعد أوقاتكم ويحلي لياليكم وينور أيامكم. برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم رقصة ستي، يلي رح نحكي فيها قصة شاعرة سورية منسية ورائدة من رائدات الشعر والأدب بمدينة اللادئية. اللادئية يلي داقت السم والدم بظل حكم الأسد، ويلي تغنى فيها الشعراء وكتب لها الشاعر بدوي الجبل. سقى الله عند اللاذقية شاطئا، مراحا لأحلامي ومغنا وملعبا. سقى الله عند اللاذقية شاطئا، مراحا لأحلامي ومغنا وملعبا. وأرض ذرى الطود الأشم فطالما تحدى وسام كل نجم وأتعبا. نجمة حلقتنا هي بنت اللادئية الشاعرة عزيزة هارون، يلي كانت صوت أدبي خط أولى قصائده بأربعينيات القرن العشرين. عاشت حياة قصيرة وصاخبة بس مليئة بالألم واللوعة يلي سكبتها بقصائد شعرة يلي كان يفيد عذوبة وأنوثة، مثل ما قالوا عنا نقاد عصرة. القلعة بمدينة اللادئية على الساحل السوري ولدت الشاعرة عزيزة هارون عام 1923، وهي بنت الحاج عمر هارون أحد وجهاء مدينة اللادئية، يلي كان رجل محافظ ما حب يبعث بنته تتعلم بالمدارس الأجنبية ومدارس الراهبات يلي كانت منتشرة بسوريا بهديك الفترة. بس فتح قدامها كنوز المعرفة، فتلقت العلوم العربية على إيد الأستاذ الشيخ سعيد المطرجي ودرست دراسة خاصة بمنزل والدة. بس مع هيك بقي حرمانها من الذهاب للمدرسة جرح معلم بذاكرة طفولتها، عبرت عنه ذات مرة بالقول: تألمت وأغنتني الآلام، فأحسست بآلام الآخرين وأحببت آلامهم. تفتحت للألم قبل أن أتفتح للحياة، وكافحت في سبيل شعري الذي رحت أسكب فيه أحلامي وآمالي وحبي، والذي تبدو فيه حياتي منذ فجر صبايا غربة مريرة. فبياضي غاب في دنيا سوادي بخرافات كثيرة، عصبوا عيني فلم ألمح في الدنيا سوى دار صغيرة. الحقيقة أنه عزيزة هارون من صغر عشقت الأدب، فقرت واستوعبت دواوين العرب وحفظت مختارات أشعارهم، وهالشي ساهم بتوسيع معارفها وتنمية موهبتها، مشان هيك بيعتبروها شاعرة عصامية بنشأتها. صقلت مواهبها الأدبية بما أخذته من فنون الأدب بالمطالعة والدرس، وعالجت نظم الشعر المتوثب بروحها وشدت وهي بفجر نبوغة وما تجاوزت لسه 13 سنة من عمرها، وأبدعت بميدانه وبدأت تنشر قصائدها بالمجلات والصحف، وكانت أول قصيدة نشرتها بمجلة القيثارة يلي كانت تصدر باللادئية، وكان عمرها وقتها 13 سنة بس. وكان عنوان القصيدة خمرة الفن، وفيها بتقول: أحنانا تهمي سليمة عليا،
حفظ الله نور ذاك المحيا. ابذل العطف والحنان لغيري، أنا نبع الحنان يا مقلتي. إن حزني لا كالهموم وجوما، هو يبدو مقدسا عبقريا. غادرت عزيزة هارون مدينة اللاذقية من خمسينيات القرن العشرين، وتوجهت لدمشق بوقت كانت المنتديات والصالونات الأدبية عم تزين المدينة، وهيك واظبت على المشاركة بمنتدى سكينة الأدبي الشهير يلي كانت تشرف عليه الست سرية الحافظ، وراحت تلقي قصائدها وكتاباتها الحلوة، ونشرت قصائدها كبريات المجلات الأدبية الشهيرة بهديك الفترة مثل مجلة الآداب اللبنانية ومجلة شعر ومجلة العربي الكويتية وغيرها وغيرها. وهيك صارت نجمة من نجمات الأدب والشعر، حتى اختيرت عام 1958 عضوة بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون. ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، عبرت عزيزة هارون عن تأييدها القوي للوحدة، وزارت مدينتها اللاذقية وكتبت قصيدتها الشهيرة بين عهدين يلي بتحيي فيها الوحدة وبتقول: غردي يا حلوة العينين للعهد السعيد، عهدك افتتان الزهر بالفجر الوليد، واسحري قلبي وزيدي يا نشيدي، وطن حر فلا ظلم ولا عسف ولا قيود. آه ما أجمله عهد به تزهو الصبايا، في رحاب العلم والتحرير لا نخشى الرزايا. آه ما أجمل أن نعلم، فالجهل خطايا يا صبايا. أنتم تستمعون لبرنامج رقصة ستي مع سمر كوكش عبر راديو أورينت. إلى جانب موهبتها الرائعة بالإلقاء وتألقها بالمنتديات والأمسيات الشعرية، قدرت عزيزة هارون بجمالها الهادئ وشخصيتها البسيطة والمترفعة أنه تكون ملهمة للعديد من كبار شعراء سوريا، فكتب فيها بدوي الجبل العديد من القصائد مثل ملهمتي وإلى شقراء. أما الأديب الدكتور عبد السلام العجيلي فبيذكر بمقال له أنه قصيدة اللهب القدسي استلهم شاعرها بدوي الجبل من عاطفة حملها ذات يوم لهي الشاعرة، يلي عاتبت بدوي الجبل بمثل ما عاتبت ليلى العامرية قيس، أو بما معناه إنه شو في بيني وبينك لتكتب وتلمح لإسمي وكون ملهمتك. وإذا حبينا نعرف تأثير عزيزة هارون على جيل بأكمله، تعالوا نقرأ شو كتب عنها الباحث وليد مشوح يلي كان طالب بالجامعة بهديك الفترة. بيقول: للتاريخ يجب أن نذكر أن أكثر جيل كلف بها هو ذلك الجيل الشعري الذي حمل مشعل الرومانتيقية في الشعر أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، إذ عشقها كأنثى وأبدعها ملهمة، فكان ذلك عطاء للشعر الغزلي في الوطن العربي عموما وفي الوطن السوري على وجه الخصوص. لقد شبهها بعضهم بمي زيادة، وقال آخرون إنما هي فدوى طوقان، وقالت فئة ثالثة هي لميعة عباس عمارة، لكن الجميع كانوا يتجنون على الحقيقة، فهي عزيزة هارون ليست إلا. بس المؤلم إنه كل هالمجد الأدبي ما قدر يمحي من نفس الشاعرة عزيزة هارون لوعة فقدان الأمومة. تزوجت 3 مرات بس ما رزقت بأطفال، ويمكن أقسى تجربة عاشتها تجربة انفصالها عن الشاعر نذير الحسامي ابن مدينة حمص يلي كان له منصب رفيع بوزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من عام 1962، وتقاعد وهو بيشغل منصب مدير عام الإيرادات
بوزارة المالية عام 1979. كان شاعر متمكن، لقيت فيه عزيزة هارون لبعض الوقت حلم السعادة الزوجية يلي كانت بتبحث عنه، بس عدم إنجابها منه دفعهم للانفصال. وتزوجت الست عزيزة بعده من السياسي قدري المفتي، وكان صاحب مال وجاه، وانفصلت عنه لأنما رزقت بأطفال، وبعدها رفضت كل عروض الزواج يلي تقدمت له، لأنه تأكدت إنه القدر حرمها من إنه تكون أم بيوم من الأيام. وكتبت قصيدتها المؤلمة نداء الأمومة يلي عبرت فيها عن لوعتها الحقيقية، وهي عم تخاطب طفلة نادتها صدفة: ماما. أنا ماما يا بنية، هكذا ناديتني، فانتشت بي آه في كل حنية، يا سخية أنت أغليتي الهدية، أنت أترعتي كؤوسي بالنداءات الندية، فأنا ظمأ إليها يا بنية. أنتم تستمعون لبرنامج رقصة ستي مع سمر كوكش عبر راديو أورينت. يسعد أوقاتكم مستمعينا مستمعو راديو أورينت، وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة من برنامج رقصة ستي عن الشاعرة السورية الرائدة ابنة مدينة اللادقية عزيزة هارون. وبما أنه عم نحكي عن قصة الست عزيزة هارون بالراديو، فلازم ما يفوتنا أنه نذكر أنه هالشاعرة كان لها مشوار حافل من العمل بالراديو. التحقت بإذاعة دمشق وتوظفت فيها من عام 1962 حتى خروجها إلى التقاعد عام 1984، وكانت بتقدم برنامج ثقافي شهير باسم قرأت لك، يا ريت لو لقينا حلقة منه على اليوتيوب مثل كتير من البرامج الإذاعية. كنا سمعنا نحن أستاذة المستمعين صوت هالشاعرة يلي بيقولوا إنه كانت فنانة بالإلقاء والأداء والإحساس بالكلمة. والحقيقة إنه عزيزة هارون إلى جانب موهبتها الرقيقة كان إلها من اسمها نصيب، يعني كانت عزيزة النفس، ما بتحب التزلف ولا الاستجداء. لأنه الأديب عبد السلام العجيلي بيذكر عنها حادثة مهمة وقت كان لفترة وزير إعلام، وبيقول: عندما توليت لفترة من الزمن بعض المناصب الوزارية، تدفق أصدقائي الآخرين الذين كنت أستقبلهم مهنئين وزواراً وأصحاب حاجات، غير أن عزيزة هارون الموظفة في وزارة الإعلام تباعدت عن طريق وزير الإعلام الذي كنته طيلة بقائي في ذلك المنصب، فلم يرى أحدنا الآخر إلا بعد تركي له بمدة غير يسيرة. وعندما سألتها بعد ذلك عن سبب تواريها عني وتخلفها عندما كنت أستفهم عنها، كان جوابها أنها لم تكن تريد أن يؤخذ عليها استغلال الصداقة الشخصية فيما يظن أنه مغنم أو جاه أو نفوذ. وبآخر سنين حياتها عاشت عزيزة هارون وحيدة بغرفة مع جارتها صاحبة البيت يلي كانت تقاسمها اللقمة أحياناً. ورغم كل الحضور الأدبي يلي شهد لها فيه عمالقة الأدب والنقد بعصرها، ورغم تجربتها الريادية المبكرة بكتابة الشعر من أربعينيات القرن العشرين، إلا أنه ما تركت أي ديوان شعري مطبوع، وما اهتمت المؤسسات الثقافية بسوريا بطباعة ديوانها مثل باقي شاعرات عصرها ببلدان الوطن العربي. وبعد معاناة مع آلام المرض والوحدة، رحلت عزيزة هارون شاعرة الرقة والأنوثة والجمال والصوت يلي بيسحر المستمعين ببرامجه الثقافية بإذاعة دمشق. رحلت فقيرة مهملة يوم الأربعاء بالتاني من شباط عام 1986، بدون ما يكلف حدا نفسه عناء زيارتها بأيام الأخيرة. وبعد ما ماتت وارتحمت، اتبارت جرايد الخيبة والندامة، البعث وتشرين والثورة بكتابة مقالات النعي والرثاء عنها، وأشعار التأبين والتفجع يلي لا تغني ولا تسمن من جوع. بس بقي شعرها عنوان لأصالة موهبتها ولعمق رؤيتها للحياة وشوقها لكل ما فيها من قلق وجمال. ويمكن قصيدتها الشهيرة الغابة خير مثال على هالشي،
وفيها بتقول: تعال إلي بعد اليأس بعد الجور والظلمة، فروحي لم تزل روحي وإني لم أزل نجمة. أداعب شعري الحاني تداعب شعري النسمة، عسى إن جئت تلقاني أراك حبيب ألحاني، وأنسى بالهوى نفسي وأدرك سر إيماني، وأعرف أنني أنثى تعيش بقلب إنساني. أنتم تستمعون لبرنامج رقصة ستي مع سمر كوكش عبر راديو أورينت. مستمعات ومستمعو راديو أورينت، لهون منكون وصلنا لنهاية هالحلقة من برنامج رقصة ستي، خصصناها للحديث عن الشاعرة السورية الرائدة عزيزة هارون. نستقبل رسائلكم على صفحة راديو أورينت على فيسبوك، عبر التعليقات على قناة أورينت على اليوتيوب والإنستغرام والتليجرام، ومن خلال الرسائل لتقديم مقترحاتكم حول شخصيات بتشوفوا أنه بتستحق نحكي قصص حياتها بحلقاتنا القادمة. كونوا معي أنا سمر كوكش لنحكي لكم الأسبوع القادم سيرة رائدة جديدة من رائدات الفكر والفن والحياة الاجتماعية ببلاد الشام، حصرياً عبر برنامج رقصة ستي على موجات راديو أورينت. ولا تنسوا مشاركة روابط حلقاتنا على صفحاتكم الخاصة وإثراء بالتعليقات والمناقشات والاقتراحات. نشكر تفاعلكم معنا ومتابعتكم. إلى اللقاء. كنتم مع رقصة ستي. إعداد محمد منصور، تقديم سمر كوكش، إخراج عبد الرحمن يوزباشي. رقصة ستي إنتاج راديو أورينت 2022.